السلام عليكم ورحمة الله. منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن، استقبلت الشقيقة السعودية عشرات الآلاف من اليمنيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب والانقلاب للنزوح القسري إلى المملكة. بعضهم استدعتهم المملكة وسهلت دخولهم إليها مثل السياسيين والعسكريين وبعض الناشطين، ونالوا شيئا من الرعاية الخاصة، بينما يعامل أغلبية النازحين من حاملي تصاريح الإقامة الحكومية أو العائلية باعتبارهم مقيمين، وتفرض عليهم كل الرسوم والإجراءات القانونية دون مراعاة لظروف نزوحهم. اليوم يواجه حامل هويات زائر حكومية وعائلية مشكلة تتمثل في عدم قبول أطفالهم في المدارس وعجزهم عن إلحاقهم بالمدارس الخاصة نظرا لتكاليفها الباهظة، ما جعلهم عديمي الحيلة منتظرين تحركا رسميا من الحكومة الشرعية والبعثة الدبلوماسية في المملكة للتخاطب مع السلطات السعودية بالسماح لهم بحق التعليم واستثنائهم كما حدث في الأعوام السابقة. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش الصعوبات التي تحول دون التحاق أبناء اليمنيين بالمدارس السعودية، وما هي الحلول المطلوبة من الجهات السعودية وكذلك من الحكومة اليمنية والسفارة. في البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بين قوسين. سيكون معنا عبر السكايب من الرياض عادل المنذري، ناشط ومهتم بشؤون المقيمين، وسيكون معنا من جدة ولي أمر أحد الطلاب سلمان شايف، وكذلك سيكون معنا من الرياض عميد الجالية اليمنية في المملكة ناصر العزيزي. قبل النقاش أيضا سينضم إلينا ناشط في ومهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المهتم بشؤون المقيمين الأستاذ عادل المنذري. مساء الخير أستاذ عادل. مساء الخير أستاذ عادل. مساء الخيرات. مرحبا بك أستاذ عادل. في البداية لو وضعتنا بصورة عما يعانيه من يحملون هوية زائر سواء حكومية أو عائلية، وعدم السماح لأبنائهم من الالتحاق بالمدارس. أستاذ عادل هل تسمعني؟ إذن ربما هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عادل. نشرك معنا الآن في الحديث الأستاذ سلمان الشريف، مهتم بشؤون المغتربين وناشط. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء الخير عليك وعلى متابعين قناة القيس وعلى متابعين البرنامج الحر برنامج بين قوسين الذي يسلط هذه الأضواء بهذه الليلة حول تعليم أبناء المغتربين اليمنيين من يحملون الزيارة العائلية الحكومية هوية زائر. نعم سلمان، في البداية لو وضعتنا بصورة عن المعاناة التي يعانيها من يحملون هذه الهويات، وما هي الأسباب التي تقف حائل وعدم السماح لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس؟ المعاناة تكمن يا أستاذ الكريم عندما ذهب المقيمين اليمنيين الذين استقدموا أبنائهم بزيارة عائلية، أو من دخلوا أراضي المملكة بتأشيرة حكومية، أو من حصلوا على هوية زائرة تكلم من العوائل والأطفال عندما ذهبوا واشتروا لهم مستلزمات المدارس والزي المدرسي للأولاد والمريول أيضا للبنات، ذهبوا بأولادهم كي يسجلوهم، تفاجؤوا باستثناء تقييد أبناء المقيمين اليمنيين ممن قدموا بزيارة عائلية وحكومية أو هوية زائر من الالتحاق بالتعليم، لأن هنا يشترط عن طريق تطبيق برنامج يسمى أو تطبيق نور التسجيل أن يكون لديه إقامة رسمية. فطبعا نحن نتكلم عن المستجدين، قد يقول البعض هنالك أطفال يدرسون، من تم تقييدهم بالأعوام السابقة الحال كما هو عليهم هم يدرسون، لكن هنا المفاجأة تكمن عندما أبناء المقيمين اليمنيين ممن دخلوا زيارة عائلية وحكومية ومن هم يحملون هوية زائر لم يتم قبولهم هذه السنة، أنه تم استثناء أبناء الرجال اليمنية والرجال السورية، ما ندري ما السبب. نعم.
طيب سلمان، يعني مناشداتكم ومتابعتكم لم تلقى أي استجابة من الحكومة الشرعية ولا البعثة الدبلوماسية في المملكة؟ دعنا نتكلم في كل شفافية. هذه المرة أنا لا أحمل الأداء السفارة والقنصلية، لأن السفارة والقنصلية هي موكلة إذا لم تكن يعني موكلة من الحكومة من داخل الجمهورية، ولكن بما أن حكومة الجمهورية اليمنية حكومة الشرعية هي مغتربة في المملكة، لذلك بطلت توكيل عن السفارة وعن القنصلية، وهم المعزولين الأول ابتداء من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير التعليم ووزير المغتربين، هم المعنيين عن سبب تجهيل أولادنا وعدم قيدهم في المدارس، لذلك هم المسؤولين لأنهم أولادهم يدرسون ويتعلمون في أفضل المدارس، وأبناء المقيمين الناس التعبانين خالة لم يتم قبولهم، هنالك تمييز أيضا. نعم. طيب سلمان، هل هناك مثلا مدارس أخرى ممكن لليمنيين أن يقصدوها ويتم تسجيلهم فيها غير المدارس الحكومية السعودية؟ أستاذ بشير، طبعا لو تسوي السفارة والقنصلية أسوة بالجالية الأخرى مثل الباكستانية والهندية والمصرية وغير، هناك مدارس تتبع السفارة وجامعات تتبع السفارة، قد تكون داخل السفارة أو خارج السفارة، المهم هي تكون بترخيص من السفارة، يكون في تفاهم مع السلطات المعنية فيها تدريس المنهج الرسمي للبلد نفسه. لذلك وجود كثير من المستثمرين من يريدون الخروج هذا المجال هم كثر ويسهلوا للناس، يعني في ظل يا استاذ بشير قد يقول البعض مثلا ممن نعرفهم من اخواننا من الجانب السعودي ان هنالك 20% من اراضي الجمهوريه اليمنيه محرمه، لماذا لم تعودوا الى بلدكم مدرسه؟ نحن نتكلم عنهم موجودون هنا ومن بلادهم تقع تحت حكم الميليشيات، والذي للاسف الشديد تم إعادة المنهج وتم تلغيمه بمحتواهم الطائفي الحوثي، من الصعب أن يعود المقيم بأبناء اليمن كي يدرسوا مثل هذا المنهج الهزيل، المنهج الطائفي، المنهج الذي ليس له علاقة لا بالدين ولا بالشريعة. نعم. طيب استاذ سلمان، ابقى معنا ونشارك معنا في الحديث ايضا الاستاذ عادل المنذري، عادلينا من جديد عبر السكايب من الرياض. استاذ عادل، ايضا الصعوبات القانونيه التي تواجه هؤلاء من يحملون هويه زائر حكوميه وعائليه عند الذهاب لتسجيل اطفالهم في المدارس ما هي؟ لخص لنا الوضع قانونيا بحكم القانون السعودي الذي يفرضه على من يلتحق في المدارس هناك. اخي الكريم، لا يوجد اتصال. نعم، لا يوجد اتصال أخي الكريم. لو نسمعك أستاذ عادل، نسمعك، نحن نسمعك، تفضل. ما يعني ما سمعتك السؤال. سألتك بخصوص الإجراءات القانونية التي تفرضها المملكة على من يحملون هوية زائر حكومية أو عائلية وعدم السماح لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس. ألو، إذا ربما هناك إشكالية في التواصل مع الأخ عادل المنذري. أعود لي الأستاذ سلمان الشريف. سلمان، الإجراءات القانونية التي يعني يطلبونها في المدارس من هؤلاء الذين يقصدون المدارس لتعليم أبنائهم من يحملون هويات زائر حكومية وعائلية ما هي؟ الإجراءات القانونية أستاذ بشير تكمل عندما يذهب المقيم سواء كان من أي جنسية لتسجيل أبنائه، ضروري التسجيل عن طريق تطبيق يسمى أو برنامج يسمى نور، عن طريق نافذة بنوافذ الإنترنت. نعم. يتطلب منه رقم الهوية، لذلك عندما لا يكون للطالب رقم هوية ما تسمى برقم الإقامة لا يتم قيده، لكن في السنوات السابقة كان في استثناءات لليمنيين والسوريين. هذه السنة تم إبعاد هذه الاستثناءات عن جالية اليمنيين وجالية سوريا، فمما سبب على كبير يا اخي، عندما الان اطفالنا وابناء من يحضرون زياره عائليه وحكوميه وهويه زائر يعانون الان من حاله نفسيه. يا اخي انا اتذكر عندما كنت طفل كنت احلم متى ساذهب الصباح الى المدرسه. هؤلاء يا اخي عندما يشوفون جيرانهم واولاد عمومتهم ويذهبوا الى المدرسه قد يصابوا بحاله نفسيه والله العظيم. فيعني البعض منهم تجاوز سن دخوله المدرسه، يعني اجلوا سنتين بسبب ظرف او اخر. لذلك نتمنى ايجاد حل، اقل شيء يا اخي هنالك شيء يسمى استثناء، اقل شيء حكومتنا تطالب الجهات الرسميه، والله العظيم لو تمت المطالبه الاخوان في الحكومه السعوديه يتجاوبون ولا يقصون في اي شيء، لكن الخلل يكمن من حكومتنا، حكومتنا التي لم تضع لنا اي تقدير ولا اي احترام ولم تقدم لنا اي طلب، همهم بس توريث المناصب لاولادهم وتوقيف اقاربهم والاستولاء على الوظيفه بشكل عام، هذا اهمهم. وهم ايضا في جانب السفاره والقنصليه اراده الجوازات اهم شيء، يدخل
سلمان، هل هناك مثلا مطالبات من هؤلاء الآباء، يعني يذهبون إلى السفارة، إلى القنصلية، يبحثون عن حلول لهم، أم يقتصرون فقط على الحديث يا إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك؟ يذهبون يا أستاذي العزيز لمن من سيواجههم؟ عندما ذهبت إلى القنصلية السفارة تجد هنالك شباك، يعني عدد من الشباب يتم فيها إجراء معاملة الجوازات ولا أكثر. هذه واجب السفارة والقنصلية. للأسف الشديد لو فتحنا ملفات كثيرة السفارة والقنصلية لا تهتم بها، لكن في هذا الملف، ملف التعليم، الملف هنا أنا قلت لك هنا السفارة والقنصلية هي وكيل موكل من الحكومة إذا كانت الحكومة تقبع في أراضيها، ولكن عندما تكون الحكومة مقتربة ضمن المقتربين موجودة هنا، سقط العذر عن السفارة والقنصلية وليس لهم أي دخل في هذا الموضوع. التخاطب يتم من طريق الحكومة، من وزير الخارجية، وزير التربية والتعليم، ووزير المقتربين. هؤلاء الثلاثة هم المعنيين بمطالبة القيادة الرسمية. يا رجل لو وصل الأمر إلى نائب الرئيس ورئيس الجمهورية، هؤلاء أبناءنا، فكت كبدنا، هل نجعلهم يعانون من التجهيل ويكون في جاهل؟ من سيحكم اليمن في المستقبل إذا تركنا مثل هؤلاء الأجيال تكون جاهلة لا تتعلم؟ نعم. طيب سلمان، نعود إلى الأستاذ عادل المندري. أستاذ عادل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف بسبب الإشكالية التي حدثت في التواصل عبر السكايب. أستاذ عادل، إذا كنت تحدثت معك عن القوانين التي تفرضها السلطات السعودية على من يريدون الالتحاق بالمدارس، وتحدث عنها بشكل مفصل الأستاذ سلمان الشريف. الآن أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة في الإجراءات القانونية التي تفرضها السعودية، أم في عدم تواصل وعدم تحرك من قبل السلطات اليمنية والحكومة الشرعية والبعثة الدبلوماسية لإيجاد حل، على الأقل إخراج استثناء لهؤلاء الطلاب؟ أخي الكريم، المشكلة التي أبدتها وزارة التربية والتعليم هو كثرة الملتحقين من أبناء سوريين واليمنيين. أولا، اتضح القرار أن المنع فقط لأبناء الجالية اليمنية وأبناء الجالية السورية، هذا الذي اتضح من قرار وزير التربية والتعليم السعودي، على أن المنع التحاق طلاب المدارس من أبناء الزيارة العائلية للطلاب اليمنيين والسوريين. نعم. الجدد. أما الذين التحقوا من قبل فبإمكانهم المواصلة، حيث أن بلغ عدد الطلاب فوق 1,200,000 طالب وطالبة من الصفوف الأولى، يعني الصفوف الأولى والمتوسطة والثانوية. هذه هي المشكلة التي أبدتها وزارة التربية والتعليم. لكن المشكلة، يعني المشكلة ليست المشكلة في وزارة التربية والتعليم أو الحكومة السعودية، فمثل ما يعني أسلفت في السابق، لكل دولة الحقية أنها تفرض القرار الذي تريد. لكن المشكلة نحن الآن وقعنا بين مشكلتين. لا يستطيع أبناؤنا الجدد من الالتحاق بالمدارس، ولا يستطيعون الرجوع إلى اليمن. وحتى لو رجعوا إلى اليمن، المدارس في اليمن معطلة، المعلمين بلا رواتب، والمدارس معطلة. أصبحت المدارس، معظم مدارس الجمهورية، سكنات عسكرية أو مهدومة أو غير ذلك. لكن المشكلة أخي الكريم هي في عدم تحرك الحكومة الشرعية، مخاطبة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، مخاطبة ولي العهد، مخاطبة الملك، مخاطبة وزير الداخلية، حتى يكون هناك حل. لا يملى، يعني مشكلة، يعني أن يستمر أبناؤنا بهذه الطريقة بدون تعليم. نعم. يستمرون سنة سنتين ثم ماذا؟ نعم. عادل، السنوات الماضية ربما تم السماح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بالمدارس. إذن ما هي الأسباب التي جعلت السلطات السعودية هذا العام تمنع عدم السماح لهم بالالتحاق في المدارس؟ مثل ما أسلفت لك أخي الكريم، هو السبب الذي أبداه وزير التربية والتعليم كثرة الملتحقين للمدارس وقلة المقاعد الدراسية. نعم. إلى الآن أخي الكريم في مدارس تقبل، في مدارس الآن لا تقبل الطلاب اليمنيين أو السوريين على حسب إيش؟ على حسب المقاعد التي يعني المتوفرة عندها. نعم. لكن المدارس العظمى والأكثرية لا يقبلون، والبرنامج برنامج نور لا يقبل الالتحاق الطلاب الجدد من الجالية اليمنية أو السورية، وهما فقط الجاليتين يعني اللذان. نعم. يعني أبنائهم يدرسون. هل أستاذ عادل، هل لديك إحصائية مثلا لعدد الطلاب اليمنيين الآن المتواجدين في المملكة ويبحثون عن مدارس لإحتوائهم؟ ليس عندنا إحصائية يعني دقيقة لهذا الشيء، لكن الذي يعني بيّنته وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الملتحقين من الجالية اليمنية يشكلون 18% من جميع الطلاب. نعم.
يشكلون 18% من جميع الطلاب الملتحقين بالمدارس. نعم. طيب الآن عادل، هل أنتم أيضا في الرياض لمستم أي تحرك للحكومة الشرعية، للسلطات، لمسؤولين يمنيين يسعوا في هذا الموضوع من أجل حل وعمل يعني استثناء أو ما شابه ذلك للطلاب اليمنيين؟ أخي الكريم، أنا لا أخفيك، أنا اليوم كنت في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض. نعم. يعني حاولت أني ألتقي بالسفير، حاولت أني أدخل على السفير، حاولت أني أتكلم مع القنصل، كل مشغول بحاله. تلقى الموظفين البسطاء الذين يخلصون معاملات المراجعين، وهؤلاء ليس بيدهم أي شيء من زمام الأمر. إذا لم يتحرك السفير لمخاطبة الرئيس ومخاطبة نائب الرئيس ومخاطبة وزير التربية والتعليم ومخاطبة وزير المغتربين، وتحرك هو بنفسه وراسل المسؤولين والمعنيين في وزارة التربية والتعليم السعودية، ليس هناك حل إلا أن يكون عندنا مدارس عالمية خاصة لأبنائنا كما تفعل أي دولة أخرى. نعم، يعني هناك مدارس مثلا للجاليات الأخرى ويدرسون بصورة طبيعية واعتيادية. نعم، هناك نوعين من المدارس العالمية في المملكة. نعم. لا توجد مدارس يمنية على الإطلاق؟ لا توجد مدارس يمنية. لو وجدت مدارس يمنية مثل ما توجد المدارس المصرية، المدارس المصرية في مدارس يدرسون عالمية، وفي مدارس يخصصون لهم يعني كجماعات يخصصون لهم بتدريس المنهج المصري، ثم وقت الاختبارات يختبرون في السفارة المصرية. نعم. برأيك لماذا لا يوجد هناك يعني مسعى من رجال أعمال يمنيين متواجدين في السعودية لعمل مدارس خاصة باليمنيين؟ أين تكمن المشكلة؟ عدم وجود المال، عدم وجود تصاريح والسماح لهم بفتح مدارس، أم أين هي المشكلة بالضبط؟ أخي الكريم، لا 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 ندري ما هي المشكلة، لكن بالنسبة للتصاريح آخر ما توصل إليه قرار الاستثمار أنه يسمح للمستثمر في قطاع التعليم وقطاع الصحة يستثمر في المملكة 100%. من السابق كان يسمح له 50% أو 49%، أما الآن صرح له بالاستثمار في قطاع التعليم وقطاع الصحة 100%. نعم. لكن الذي نرجوه والذي نطالب به الحكومة أنها تسعى وتخصص وتهتم بهذا الموضوع، يتحركون. يعني أخي كريم، يعني مصيبة لما يكون الرئيس نفسه لا يتحرك بهذا الموضوع، ونائب الرئيس ما يتحرك، والحكومة نفسها، والسفير ماذا يفعل في الرياض؟ ماذا تفعل سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض؟ هذا ربما هو السؤال الأهم أستاذ عادل. أنت الآن اليوم تتحدث بأنك ذهبت إلى السفارة ولا توجد أي مساعي في السفارة، لا من السفير ولا من البعثة الدبلوماسية بشكل عام في هذا الموضوع. نعم، يعني ما سمحوا لي حتى أدخل عند السفير، حتى أتكلم مع السفير. إذن ما هو دور السفير إذن في هذه السفارة؟ يعني إصدار جوازات وفرض رسوم على المغتربين اليمنيين فقط، هذا الدور الذي يبحثون عنه فقط ربما؟ هذه للأسف هي أدوار السفارة. يعني أخي الكريم، ليست عندنا مشكلة التعليم فقط، عندنا مشاكل أخرى. نعم. أخي الكريم، أنا التقيت بأناس داخل السجون لا يعرف عنهم أهاليهم شيئا. التقيت. نعم. بأناس يعني بالصريح رجل سعودي يتكلم ويناشد ويطالب، مكفولة شاب يمني من أهل الحديدة متوفي بحادث، وصار له الآن ما يقارب 4 أشهر في ثلاجة المستشفى، لا يعرف كيف يتواصل مع أهله، ولا يعرف كيف يوصل سيارة الرجل لأهله، ولا يعرف كيف يتواصل معهم. هذه مصيبة إذا لم تكن السفارة منذ أسبوع أستاذ عادل. نعم، منذ أسبوع أستاذ عادل ونحن نبحث عن وزير المغتربين ولا يتجاوب معنا، مع السفير في المملكة العربية السعودية لا يتجاوب معنا، مع القنصل، مع وزير التربية والتعليم، لا نعلم هؤلاء المسؤولين ما هو الدور الذي يقومون به، ولماذا عينوا في هذه المناصب ولا يتعاونون ولا يقومون بدورهم كواجب رسمي أمام مواطنين الجمهورية اليمنية. ربما هو البحث فقط عن يعني زيادة رصيدهم، البحث عن يعني إصلاح أوضاعهم وعوائلهم فقط. اسمح لي عادل الآن نستعرض يعني نماذج من اليمنيين ومن الأطفال اليمنيين في المملكة العربية السعودية الذين يناشدون المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية بعمل حلهم من أجل التحاقهم بالمدارس. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. أطفالنا في الغربة يحلمون بأبسط حقوقهم، ألا وهي التعليم في المدارس كبقية المسلمين. يكفينا نحن الكبار بأن حرمنا من إكمال دراستنا في بلادنا وغادرناها وتحملنا من القسوة ما يفوق قدرتنا على الاحتمال.
اضطرتنا الظروف للإقامة المؤقتة في بلد أملنا فيه كبير بعد الله عز وجل، أملنا أن يكون عونا لنا فيما نعانيه لا علينا. أخيرا ما نرجوه منكم يا سفرتنا الموقرة هو التكرم بصنع حل مفاده السماح لأطفالنا بالالتحاق بالمدارس وعدم التخلي عنهم وتركهم فريسة للجهل والظلم والحرمان بعد أن غادروا بلدهم الذي لا يستطيعون العودة إليه كي يلتحقوا بمدارسه بسبب الحروب التي فرضتها قوانين الانقلاب وبسبب الدمار الذي حل به من تجار الحروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشتي أدرس مع أهواني. أبا أدرس مع أهواني أتى مدرسة. إحنا قطفي إحنا الكبار لعنزدش نجهل الصغار، فنشي من باب الإنسانية من باب الرحمة للأطفال وللآباء اللي يدرسوا عيالهم وخرجوهم من الحرب إنهم يقدموا ورقة للديوان الملكي في السعودية إنهم يدرسوا الأطفال اللي آباءهم قدموهم بزيارة عائلية، وإن شاء الله إنه الناس يتفاعلوا بهذا الموضوع يوصلوا صوتنا للسفير حقنا اللي بالسعودية، ولا الناس قادرة إن تتكلم بهذا الموضوع وإن تخدمنا إحنا. حياكم الله مشاهدينا. إذا تابعنا هذه نماذج من المناشدات للسماح لأبناء اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بالمدارس. ينضم إلينا الآن من جدة ولي أمر أحد الطلاب الأخ سلمان شايف. مرحبا بك أخ سلمان. الأخ سلمان شايف من جدة مساء الخير. أخ سلمان هل تسمعني؟ طيب بعود لي الأستاذ سلمان الشريف. سلمان، إذا ربما تابعت نماذج ومناشدات من بعض الأطفال ومن بعض أولياء الأمور الذين يتمنون السماح لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس، ما هي برأيك التبعات التي ستترتب على عدم السماح لهؤلاء الأطفال وهؤلاء الطلاب بالالتحاق بالمدارس؟ أنا أعتقد أن هؤلاء الصغار أشجع من مسؤولين ومسؤول الشرعية، أقل شيء عملوا فيديوهات وقعوا أتكلموا، بينما مسؤولين يقعون في صمت الخزي والعار ولا يمكنهم شخص رجل كف يطلع يتكلم أمام الإعلام. للأسف الشديد الملحقين الإعلاميين والثقافيين وجودهم لعدمهم، وأنا أتحداهم عبر منبر قناة بلقيس أن يكون منهم رجلا ويطلع يسقط جدارته ويتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه ويطلع يتكلم كما هو ملحق إعلامي يطلع يتكلم أمام الإعلام، لكن توجد بهم الحقارة والدناء أنهم يقومون بالإبلاغ بالناشئين أمام السلطة السعودية لأنهم ليسوا أطفال هذه المناطق. فإذا كانوا يريدوا أن يخوصونا يطلعوا يتكلموا ويحكوا معاناة الناس ومشاكل الناس. إلى متى الصمت فيهم؟ إلى متى السكوت؟ وإلى متى الخذول والهوان؟ هؤلاء المسؤولين هم عبء على اليمن، للأسف الشديد وجودهم مثل عدمهم. هؤلاء هم من سيجهلون الأجيال القادمة. إذا هؤلاء في اليمن غيروا منهجا ستسير هؤلاء سيجهلون على يرجعون لما قبل الإمامة. لأن ما رش منهم شخص يتحمل المسؤولية ويطلع يتكلم بما أمري عليه غديره وما أوكلت إليه مناصبه وما أوكلت إليه وظيفته إنه يطلع يتكلم ويطالب ويناشد ويتحدث، هذا دوره. نحن هنا مغتربين، نعلم أنه لا يحق لنا أن نتكلم ولا يحق لنا أن لكن عدم وجود مثل هؤلاء الناس ورقودهم هنا نستطيع أن نتكلم ونعبر ونحمل الأمانة التي أهملت إلى عاتق لنا من هؤلاء الناس. هؤلاء الأطفال والله العظيم يبكون يا أخي. هؤلاء عندما ينام ويحلم أن يذهب الصباح إلى المدرسة يلقى جيرانه وإخوانه كما سمعت، عندما يشتري الزي المدرسي والكتب ويقعد يقلب الدفاتر وينتظر متى سيتعلم الكتابة وأبجدية الحياة. إلى متى؟ نعم. إلى متى سنسكت؟ نعم. طيب سلمان، هؤلاء الطلاب لو ذهبوا إلى مدارس خاصة للتعليم، ما هي العوائق التي ربما تمنعهم من عدم الالتحاق بهذه المدارس الخاصة؟ أستاذ بشير، الاستثناء أتى على المدارس الخاصة والحكومية. لا، اللي يقول لك أنا سمعت المتحدث من الرياض يقول لك عدد مليون وإيش طالب. يا أخي، السعودية عندها بنية تحتية، عندها في كل حي مدرسة، في كل ضغط مدرسة. المدارس بالعشرات من الجانب هذا لا تقلق، لكن هنا المشكلة تعرف أنهم يتعدون أن ليس لديهم إقامة رسمية كي يتم التسجيل عن طريق تطبيق نور. لذلك يعني مثل ما سهل لهم بالسنة الأولى واللي قبلها من المسؤولين اليمنيين أن يكونوا لو حتى ولو دور فعال من أجل أبنائنا من أجل أطفال الصغار، لكن أبنائهم في المدارس
خاص يعملون بالسلطه ويقصف اولادهم ويخصصون المال العام بطريقه التنظيف لواحد الولد، هذا هو ما يحلمون اليه. نعم. اي وزير وحتى اي وزير ان يستخدم مثل هذه الصفات. نعم. طيب سلمان نشارك معنا ايضا، سلمان شايف ولي امر احد الطلاب من جده، مساء الخير اخ سلمان. الاخ سلمان شايف هل تسمعني؟ ربما هناك مشكله، اتمنى من الشباب في الكنترول ان يعني يحلوا هذا المشكله وعدم تكرار الاتصال بشخص لا يجيب. نشارك مع اعود ايضا الى الاخ عادل من الرياض، عادل المندري. استاذ عادل، اذا ربما المنع ليس فقط بالمدارس الحكومية والرسمية، لكن هناك كما تحدث الأخ سلمان الشريف المنع هو حتى على المدارس الخاصة، حتى وإن أراد هؤلاء الطلاب أن يلتحقوا بالمدارس الخاصة يمنعوا منها. صحيح أخي الكريم، هو المنع ليس مقتصرا على المدارس الحكومية، بل شامل المدارس الحكومية والأهلية والروضات وغيرها، حتى المدارس العالمية لا يستطيع أي طالب يمني أن يدرس في المدارس العالمية. نعم. طيب أستاذ عادل، من خلال يعني تواجدك في المملكة وأيضا الشروط المفروضة والقوانين الموجودة، الحل الوحيد أمام هؤلاء اليمنيين من يريدون أن يلحقوا أبنائهم بالتعليم، ما هو الذي بأيديهم؟ ما الذي ممكن أن يعملوا؟ أخي الكريم، كما عهدنا حكومة المملكة العربية السعودية دائما معطاءة ودائما تقدم الخير للمواطن اليمني قبل أي مواطن، للمغترب اليمني قبل أي مغترب آخر. لكن ليس هناك تحرك لحكومة الشرعية، ليس هناك مخاطبة من السفارة، ليس هناك تحرك لأولياء الأمور. الأصل أن أولياء الأمور يتحركون حتى يقابلون السفير، يقابلون السفير ويجلسون مع السفير، ثم يبثون معاناتهم ومعاناة أبنائهم أمام الجهة المختصة. إن لم يستطع السفير أن يفعل شيئاً يوصلنا لمن هو أعلى منه، وزير المغتربين، نجلس مع وزير المغتربين، نحكي له ماذا يعاني أبناءنا من عدم ذهابهم للمدارس، ما هي التبعات التي تترتب على عدم ذهاب الأبناء إلى المدارس، ماذا يفعل الأبناء المدارس إذا سكتوا عام أو عامين، هل يبقى طول يعني الطالب طوالة عمره لا يتعلم ولا يدرس؟ بهذا ننشئ جيلا جاهلا كما أرادت الحكومة السابقة لهذا الشعب. نعم. لكن علينا جميعا أن نجتمع مجموعة من أولياء الأمور، ثم نذهب ونقابل السفير وننظر ما هي الحلول التي تترتب مع السفير، إرسال برقيات لوزير التعليم إذا لم تتحرك الحكومة، إذا لم تتحرك السفارة علينا نحن أولياء الأمور إرسال برقيات، الأرقام موضحة لوزارة التربية والتعليم، ولي العهد محمد بن سلمان، هؤلاء المسؤولين نرسل نحن برقيات، نحن أولياء الأمور نرسل. نعم. برقيات لهؤلاء المسؤولين إذا لم تتحرك الحكومة الشرعية. ثالثا، نتحرك ونراسل المستثمرين وأرباب الأموال من التجار اليمنيين لعلهم يفتحوا مدارس خاصة لليمنيين. نعم. تكون مدارس حتى لو كانت يعني يعني مدارس أهلية برسوم وكذا، لكن لا تكون رسوما تكسر أظهر الآباء المساكين. نعم. طيب أستاذ سلمان شريف، سؤال أخير أودعك فيه، إذن المشكلة كما يتحدث الأخ الأستاذ عادل بأن هناك تقصير أيضا من أولياء أمور هؤلاء الطلاب، لا توجد مطالبة، لا توجد تحرك حتى على الأقل القنصلية للسفارة، ويشكلون ضغط على السفير وعلى البعثة الدبلوماسية من أجل عمل حل اليمنيين. يا أخي الكريم، تضغط على من إذا كان السفير والقنصل معهم ثلاثة أبواب لما توصل لعندهم، ومعهم كل باب ثلاثة أربعة غراز، ما كأنك توصل يا أخي والله العظيم ملك معنا، ما مستدير ولا قنصل، وأنا أتحكم من يقولوا غير الكلام هذا، والله ما تقدر تطلع إلا لو يكون عندك وساطة أو يكون في تنسيق يعني تنسيق مسبق. عندما يروح مثل هؤلاء أولياء الأمور يروح إلى من يا أخي؟ هنالك ناس يتنصلون من المسؤولية، فأنا أقول لك الدور، أنا هذه المنع السفير والقنصل للموضوع تعليم أبنائنا، قلت لك إذا وجد الموكل أصدق التوكيل عنهم، الموكل موجود والحكومة الشرعية موجودة هنا. لكن بالأخير أنا أحب أن أشكر قناة بلقيس وأشكر برنامج بلقيس، أشكرك أنت يا أستاذ بشير، أشكر الأستاذ إلهام، الأستاذ ودي عطاء على هذا الإعداد الواعي الجميل والطرح مثل هذه المواضيع، دعنا نعبر ونتكلم يا أخي ونسمع من بأذانه صمم بإذن الله، وسمعوا وإلا بإذن الله سبحانه وتعالى ستأتيهم دعوة من إنسان مسكين تصيبهم إلى ولد الولد بإذن الله. نسأل الله أن يجلط الدماء في عروض من هؤلاء المسؤولين الذين لا يهتمون لأمر الضعفاء. أشكرك جزيل الشكر الناشط والمهتم بشؤون المغتربين الأستاذ سلمان الشريف، كنت معنا من
المملكة العربية السعودية. وقبل أن أعود لضيوفي الأكارم، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطاء عن النازحين اليمنيين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية والتحديات والصعوبات التي تواجههم من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس وبالتعليم هناك. نتابع هذا الجرافيكس ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا، وأعود إلى الرياض مع الناشط والمهتم بشؤون المقيمين في الرياض الأستاذ عادل المنذري. أستاذ عادل، ربما يعني استنفذنا كل الحلول الآن وكل النقاط التي ممكن أن نطرقها من أجل عمل حلول لهؤلاء الطلاب المقيمين في المملكة العربية السعودية ويريدون الالتحاق بالمدارس. لو تحدثنا عن جانب المملكة، أليس يعني هناك من يعني مكرمة استثناء؟ على الأقل اليمنيين يمرون في هذا الظرف الصعب، هناك حرب وهناك تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية، لماذا لا تكون المبادرة من المملكة بالسماح لهؤلاء بالالتحاق بالتعليم؟ أخي الكريم، المبادرة كانت مكرمة لليمنيين والسوريين عام 1432 الذي أمر بها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. ثم هناك مكرمة أخرى في عام 1436 من الملك سلمان عليه حفظه الله، لكن هذه كلها توقفت في هذا العام مع صدور قرار من وزير التربية والتعليم أحمد العيسى بمنع جميع الطلاب الجدد من أبناء الزيارة العائلية اليمنيين والسوريين، وليس غيرهم أصلا من الجاليات الأخرى يدرسون، لأن الجاليات الأخرى لا يسمح لهم بالبقاء إلا 6 أشهر ثم يرجعون إلى بلدانهم، لكن الجالية اليمنية والجالية السورية هي المستثناة بالتمديد الزيارة باستمرار. نعم، اذا يعني هذه التسهيلات التي فعلا يعني منحوها لليمنيين والسوريين. ربما ايضا نتساءل جميعا يعني لماذا لا يعني مثل ما يقول بالمثل يكمل الجميل، يعني يسمحوا لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بالتعليم وحتى تنفرج هذه الازمه وتنتهي هذه الحرب، ومن بعد ذلك ربما يطبقوا قوانينهم كما يشاؤون وكما يريدون. لكن كيف تاتي المكرمه وما في احد يطالب المكرمه اخي الكريم؟ نعم، إذا لم يوجد هناك من يطالب بالمكرمة، وإذا لم يوجد هناك من يطالب يعني بأهمية التعليم وأهمية الدراسة وأهمية دخول أبنائنا إلى المدارس، لن يكون هناك يعني مكرمة. صحيح، إذا لم يهتم فعلا من هم المسؤولين عن اليمنيين، كيف يعني للغير أن يهتم على رأسها مثلا السعودية أو أي دولة أخرى؟ ربما مشكلتنا إذا أستاذ عادل هي في المسؤولين اليمنيين، سواء وزارة المغتربين، سواء في السفارة وفي القنصلية وفي الحكومة الشرعية بشكل عام. والله نحن بذلنا جهود كبيرة من أجل أن نسمع وجهات نظرهم، نسمع حل منهم، لكن للأسف الشديد لا يوجد أي تجاوب، لا نعلم
لماذا لا يتجاوبون مع الإعلام ولا يتحملون مسؤولياتهم في مناصبهم التي أوكلت إليهم والمهام، ومن أجل أن يتحدثوا للناس ويشاركوا اليمنيين هموم على الأقل في هذه الظروف الصعبة؟ طيب أخ عادل، إذن أختم معك فقط بسؤال أخير، إذا كان هناك لديك كلمة نختم بها منك تفضل. أخي الكريم، أنا أطالب كل ولي أمر يحتاج ابنه إلى التعليم أن يتواجد في السفارة. اليوم أنا ما أخفيك، أنا اليوم حاولت أني يعني أخذ معي أو أجر معي بعض أولياء الأمور، يا فلان تعال تعال يا فلان، خلنا نوقف عند باب السفير لعلهم يستحون يدخلون على السفير لما يشوفون 4 5 10. ما في أحد رضي، يا أخي أنا مشغول أجد الجواز، أنا مشغول أضيف ولدي، أنا مشغول كذا، ما في أحد. وكل نعم. يعني في الغالب لما يشوفوك أنت لحالك واقف عند باب السفير، أنت وش تبغى من السفير؟ أنت لحالة. صحيح، لابد إذن هناك يعني مجموعة من تحرك كبير فعلا. لكل هناك مجموعة من أولياء الأمور إذا كانوا فعلا يريدون لأبنائهم الدراسة نجتمع في السفارة ثم نطالب الدخول على السفير والجلوس مع السفير، ثم نطرح على طاولته معاناة أبنائنا من عدم ذهابهم إلى المدارس. إذا لم يستطع السفير أن يفعل شيئا يوصلنا إلى وزير المغتربين، نجلس مع وزير المغتربين، إذا وزير المغتربين لا يستطيع أن يفعل شيئا يوصلنا إلى من هو أكبر منه، لعل هناك من يعني من في قلبه مثقال ذرة من غيرة على وطنه وعلى أبناء وطنه يراسل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وفي الحكومة السعودية حتى يسمحوا لأبنائنا بدخول المدارس. نعم، أسوة بإخوانهم وأسوة بجيرانهم. أستاذ عادل، ربما هناك يعني مثلا قيود أو إجراءات قانونية ضد من يعني لو ذهبوا اليمنيين إلى السفارة، هل هناك من قيود تمنع تواجدهم للمطالبة بحقهم من يعني الممثلين اليمنيين أو ممثلين الجهات الرسمية لليمن؟ أخي الكريم، أنا أقول لا نجتمع 1000 ولا 2000 ولا نجتمع مظاهرة، نحن نجتمع 20 شخص فقط. لو اجتمعنا 20 شخص فقط نريد الدخول إلى السفير ليس هناك مانع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأخ عادل المندري. إذن هي دعوة فعلا، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك بأن يشكلوا يعني على الأقل وفد من أولياء هؤلاء الأمور سواء في جدة أو في الرياض، والذهاب إلى الجهات الرسمية من أجل عمل حل هؤلاء الطلاب والتحاقهم بالمدارس. أختم فقط مع الأخ سلمان شايف إن كان يسمعني هذه المرة وهي المرة الأخيرة، ولي أمر أحد الطلاب من جدة. مساء الخير أخ سلمان. مساء الفل أخي بشير الحارثي. مرحبا بك أخ سلمان. ألو. أنت ولي أمر أحد الطلاب، يعني ما الذي تريده؟ ما هي المشاكل التي تعيقك من عدم التحاق ابنك في المدرسة في المملكة العربية السعودية؟ والله رحنا وطرقنا كل الأبواب على مستوى المدارس الحكومية السعودية وعلى مستوى المدارس الخاصة كمان في المملكة العربية السعودية، فكله مقبل في وجه الجالية اليمنية من يحملون هوية زائر أو زيارة عائلية. نعم، فنقلنا كمان في السفيرة في منظمة التعاون الإسلامي سفيرة يمنية نورية. نعم، فجبنا الموضوع لعندها. نعم، كلمت على طول يمكن السفير أو أرسلت له رسالة عبر الواتساب من شان الطلاب اليمنيين أبناء الجالية اليمنية اللي لم يدركوا. نعم، فرد عليها قال الموضوع تحت الدراسة، يعني في كثير شكاوى. نعم، لكن هي الوحيدة الجالية اليمنية أو الجالية اليمنية الوحيدة اللي ما عندهم ما فيش مدارس في السفارة. نعم، طيب المدارس أخ سلمان عندما تذهبون أنت يعني لتسجيل الطلاب، يعني هل هناك مثلا شروط لم تستوفوها أنتم من أجل التحاق أبنائكم بهذه المدارس؟ لا، ما في أي شروط. تروح لهناك يقول لك لا أنت زيارة أو هو الزائر ممنوع من وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم السعودية. نعم، ذهبنا إلى وزارة التربية والتعليم كمان السعودية، قالوا من الإدارة العامة في الرياض وزارة التربية والتعليم أبناء الجالية اليمنية والسورية اللي يحملون هوية زائر أو هوية أو زيارة عائلية. نعم، قدمنا في مدارس خاصة كمان، ذهبنا مدارس خاصة غير المدارس زي المدارس الهندية ومدارس باكستانية، كمان ممنوع عندهم تروح تقدم عندي يقول لك لا لازم إقامة رسمية. فده قرار جاء من الطرف السعودي، ممنوع على أي على نعم. أي يمني نعم يحمل هوية زائر. نعم، كيف انعكس أخ سلمان هذا المنع من التحاق أطفالكم بالمدارس على نفسياتهم؟
والله النفسيات زي ما انت شايف كثير من الطلاب، يعني كثير من الطلاب مو طالب، كثير من الطلاب في طلاب سنة خامسة وسادسة بعرفهم كثير يعني لم يلتحقوا في التعليم. فأشكر، بس حابب أشكر إن في السفارة المصرية سجل عن بعد تمام لأبناء الجالية اليمنية والسورية. أما السفارة اليمنية ما في أي شيء. طيب أخ سلمان، إن شاء الله يعني أتمنى أن تكون لك أيضا يعني لو مناشدة أخيرة نختم بها البرنامج منك، لعلها يعني تلقى من يجيب هذا النداء من أحد أولياء أمور هؤلاء الطلاب الذين هم الآن محرومين من الالتحاق بالتعليم والدراسة. أنا أشد أول شيء سفارتنا وقنصليتنا الاهتمام بأبناء الجالية اليمنية من هم حاملين هوية الجزائر وزيارة عائلية، لأنه كثير من الطلاب محرومين، كل واحد عنده كم ولد محروم من الدراسة. المناشدة الأخيرة أني على السفارة اليمنية والقنصل اليمني يعني يفعلوا حلول. نعم. أقل شيء يعني يسجلوا تسجيل، يتم التسجيل في السفارة اليمنية تمام. نعم. ويعطوا الكتب للطلاب. الطلاب يجلس في البيت أو يعني مراجعة بيهتم واحد فيهم. نعم. يكون مسجل يعني رسمي. طيب. أقل واجب من السفارة اليمنية. كم المدة الآن اللي مرت من بداية الدراسة إلى اليوم أخ سلمان؟ ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع. أنا نعم. قرابة شهر يعني. أشكرك. رحت كل المدارس. نعم. أشكرك جزيل الشكر أحد أولياء الطلاب في جدة سلمان شايف، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه ختام الحلقة لم يبقى إلا أن استعرض تعليقاتكم ورسائلكم حول موضوع هذه الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونبدأ بصديق البرنامج الأخ أمين علي الحيدري يعلق بالقول: اليوم رحنا التعليم علشان عدم قبول الطلاب في المدارس، أصحاب الزيارات العائلية قالوا على سفارتكم أن تروح لعند وزير التربية وهو بيعمل لكم حل. الأخ أمين علي الحيدري. إذن تعليق آخر أيضا من أصدقاء البرنامج، من صديق البرنامج الأخ جرح الزمان يعلق بالقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لو كان معانا شرعية زي العالم والناس أقل شيء هؤلاء الطلاب يدرسوا في المناطق التي تحت سيطرتهم، بدل هذه الإهانة والترجي للغير. قسما إني دمعت عيني بالله عليكم، كيف هذا الطفل وغيره من الأطفال اليمنيين عندما يشوفون أطفال الحي اللي ساكنين فيه يروحون للمدرسة وهم يتحسرون معذبين، لا في اليمن درسوا ولا في السعودية درسوا، إيش الحالة هذه؟ يعتقدون أو يتعقدوا من التعليم عندما تمر عليه 3 سنوات بدون تعليم. جرح الزمان. تعليق أيضا آخر من أصدقاء البرنامج الأخ عمرو الزرقة يعلق بالقول: هذا عدم قبولهم للالتحاق في المدارس الحكومية وبالتالي بسبب ازدياد تكاليف الرسوم العائلية والغرامات والقرارات الجديدة للمملكة، يتعذر على الآباء تحمل تكاليف تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بسبب ارتفاع رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، مما يساهم في خلق مشكلة عدم التسجيل لكل من لم يسبق له الالتحاق بالمدارس الحكومية، مما يضاعف من أعباء وتكاليف المعيشة على أرباب الأسر المقيمة والتي هربت من جحيم اليمن إلى جحيم أدهى وأمر منه، وهو حرمان أطفالهم من التعليم الذي هو لبنة الأساس. عمرو الزرقة. نختم برأي أخير من صديق البرنامج الأخ سمير الشرعبي يعلق بالقول: لدي بنت حاولت تسجيلها ووصلت إلى رئاسة التعليم في جدة دون فائدة، قالوا ليس لدينا أوامر، علما بأن البنت تبكي وخصوصا عند ذهاب أولاد أخوالها للمدرسة لأنهم مقيمين، فأرجو الاهتمام بهذا الموضوع ولكم خالص الشكر.
سمير الشرعبي. مشاهدينا الكرام، إذا بهذا الرأي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا للمهتم بشؤون المغتربين وناشط في هذا الجانب سلمان الشريف، وأيضا الشكر للأخ عادل المندري ناشط ومهتم بشؤون المقيمين في الرياض، والشكر للأخ سلمان شايف ولي أمر أحد الطلاب. كنا نتمنى أن يكون معنا وزير المغتربين أو السفير اليمن في الرياض أو القنصل في جدة أو وزير التربية والتعليم، تواصلنا مع الجميع، لكن للأسف لم نجد أي تجاوب معنا، ونحن بدورنا عملنا ما نستطيع ونحاول تقديم وخدمة المواطن اليمني أينما كان. نهاية الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.